نسمع بالفترات الأخيرة ازدياد عدد الإصابة أو المرضى المصابين بأمراض القلب بشكل عام، انسداد الشرايين اللي هي البداية نحو الجلطات مثل ما بنعرف، أحد الأمراض اللي أصبحت شائعة حاليا ولأسباب متعددة. أكيد سلمى، ولكن الخطورة اليوم وقت الأشخاص بينصابوا بهذا المرض أكيد ما بيظهر عليهم أي عارض، وهذا المرض كمان ما بيعطي أي إنذار للمريض، أكيد ما بيشكي من أي أعراض، وهالشي ممكن يعرضه لنوبات قلبية وسكتات دماغية ممكن أن تهدد من حياته. ولكن اليوم رح نتعرف على أسباب الإصابة بهذا المرض وشو سبب حدوثه بالشكل الرئيسي، وأيضا أعراضه إذا كان ممكن يكون له أعراض تظهر بالبداية أو بوقت متأخر، وأيضا طرق العلاج والتشخيص الصحيح. كل هالشي مع الدكتور أحمد العايد، استشاري بأمراض القلب والقسطرة القلبية. يسعد صباحك دكتور. يسعد صباحكم وشكرا لكم. صباح الخير دكتور. صباح النور. خلينا نبلش مع حضرتك، يعني انسداد الشرايين هل هو مرض فعلا لا يظهر له أعراض، ما في سوابق إنذارية للشخص؟ الشرايين هي الأوعية الناقلة للدم، هي اللي بتوصل الدم الحامل للأكسجين والمغذيات لكل أعضاء الجسم الأخرى حتى تبقى حية، حتى تبقى مستمرة بأداء عملها ووظائفها. الحقيقة كل خلية يجب أن يصلها نصيبها من الأكسجين والمغذيات عن طريق الدورة الدموية اللي الأساس فيها هو الشرايين اللي بتوصل هالشي هذا للأعضاء المختلفة. أهم صفة لها الشرايين هي المرونة، يعني قابلة للتقبض وقابلة للتمدد حسب الحاجات، لأنه حاجات الأعضاء من الأكسجين والمغذيات تختلف، ممكن تزيد ممكن تنقص. عند الجهد مثلا أو التوتر النفسي بتزيد الحاجة، فبتسرع القلب تتمدد الأوعية بهدف أنه تزيد تدفق الدم للأعضاء المختلفة. مع تقدم العمر بصير في ظاهرة بنسميها تصلب الشرايين، وخاصة اللي بنسميه التصلب العصيدي، عبارة عن ترسبات بجوف الشرايين. الحقيقة هي تحت بطانة الشرايين، تؤدي إلى تضيق في لمعة الشريان وبالتالي نقص تدفق الدم ودخول بشيء اللي بنسميه نقص التروية القلبية. هلأ هذا فيه له نوعين بشكل عام، هو التدريجي نقص التروية العادي، وفي المفاجئ اللي هو بصير انسداد تام اللي بنسميه احتشاء عضلة قلبية. التدريجي هو الأشعة الحقيقة، هذا اللي أشعة واللي ممكن يكون فعلا مثل ما تفضلت وصامت بدون أعراض. هذا شائع خاصة عن مرضى السكري، لأنه بيكون عندهم اعتلال أعصاب سكري، فما بيكون فيه درجة كافية من الإحساس بالألم عندهم، حتى مو بس بالقلب، ممكن أطرافهم مثلا تنحرق أو تنجرح أو يصير أي شيء وما يكون في عنده إحساس بالألم، فممكن يكون نقص التروية فعلا صامت بدون أعراض، خاصة عند فئة معينة من المرضى. طيب دكتور، ذكرت حضرتك هلا وذكرنا بالبدايه انه هذا المرض صامت وما له اي سابق انذار لحتى انه يخبر الشخص انه انا بدي انصاب بانسداد الشرايين وتصلب. طيب في شيء تغييرات صحيه ممكن تطرا على صحه الشخص ممكن تكون هي كعامل مؤشر انه انا بدي انصاب بهي المشكله؟ الحقيقه مثل ما قلنا، هو تصلب الشرايين هو حدثيه طبيعيه تزداد مع تقدم العمر، عادة فوق 65 سنة بيصير شائع أكثر، بيصير منتشر أكثر، لكن في عوامل مسرعة فممكن تظهر قبل هيك الأعراض والمشاكل المرتبطة بالشرايين، اللي على رأسها موضوع التدخين مثلا، أيضا المتلازمة الاستقلابية اللي هي ارتفاع ضغط، ارتفاع كوليسترول وشحوم وارتفاع السكر أو مقاومة الأنسولين. هي تنتج عن شيئين أساسيين هي العوامل، زيادة الوارد من الغذاء وقلة الحركة. قلة الحركة تؤدي إلى تصلب الشرايين، قلة ممارسة الرياضة تؤدي إلى تصلب الشرايين، والعكس تماما، وخاصة مع تقدم العمر اللي بيداوموا على ممارسة الرياضة بتكون نسب تضيق الشرايين عندهم أقل وتصلب الشرايين أيضا أقل. فقلة الفعالية الفيزيائية وزيادة الوزن هي أحد الأسباب الأساسية لأمراض القلب، بالإضافة للعوامل اللي ذكرناها الثانية، اللي إذا لاحظنا أنه هي بمعظمها قابلة للتعديل.
يعني ارتفاع الضغط قابل للعلاج، ارتفاع السكر ايضا او الداء السكري ايضا قابل للعلاج، ارتفاع الكوليسترول والشحوم الثلاثيه مثلا، هي من الاشياء اللي ممكن تفادي انه تتمادى اكثر بجسم الانسان، انه تؤدي الى تضيقات بالشرايين والدخول بنقص التروية. مثل ما قلنا نقص التروية ممكن يكون صامت، لكن اغلب الحالات هو لا بيعطي اعراض، اعراضه طبعا مختلفة كثير الحقيقة، من الم صدري، لدي نفس، خفقان، شعور بالوهن او التعب، فإله اعراض كثيرة، ممكن يكون صامت ممكن يكون عرض، لكن اغلب الحالات هي الحقيقة بيكون فيها اعراض، وان كان بنسميها اعراض غير نموذجيه. العرض النموذجي هو الالم الصدري الجهدي اللي مثلا بيمشي مسافه معينه او بيطلع بالدرج فرضا طابق او طابقين، بصير عنده الم بصدره بيخليه يوقف، هذا العرض النموذجي. لكن في الاعراض الغير نموذجيه لو ينتبه لها الانسان بتقل نسبه الداء الصامت او اللي سميناه انه الغير عرضي، لانه لما ندقق بالفئة اللي هن اسمهم غير عرضي بيكون في عندهم أعراض لكن غير نموذجية، ما انتبهوا لها، ما خبروا الطبيب عنها، فبالتالي مرق المرض بدون ما يتشخص بشكل دقيق وبوقت المناسب. طيب دكتور، خلينا نحكي اليوم عن بعض الفحوصات اللي ممكن هي تفيد المريض، وخصوصا مثل ما حضرتك قلت الأكثر عرضة هن أمراض السكري، أمراض الضغط، واللي عندهم زيادة وزن. هدول كل قديش لازم مثلا يفحصوا نفسهم؟ هل في فحوصات معينة بتعطي مؤشر أنه أنا ممكن يكون عندي انسداد شرايين؟ الحقيقة حسب بقى وجود عامل خطورة واحد أو أكثر، يعني مثلا هلأ مريض سكري بالدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة، المرحلة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أول 5 سنين غير بعد مثلاً 20 سنة اللي نفرض. ثانياً موجود أكثر من عامل خطورة، مريض سكر ومريض ارتفاع ضغط وارتفاع كوليسترول وشحوم، فهي صار في تعدد بعوامل الخطورة، فهون ما فينا نقول في شيء ستاندر لكل المرضى، لأنه الحقيقة كل مريض هو حالة خاصة، يعني حالة خاصة تحتاج إلى ترتيب موضوع المراقبات وموضوع العلاجات المطلوبة والمراقبات السريرية والمخبرية أيضا. لكن نحن منقول مثلا أنه مريض السكر كل 6 شهور بالحد الأدنى مفروض يعمل تشيك للحالة القلبية الوعائية مثلا، ممكن يكون أقل أو أكثر حسب حالة كل مريض على حدة الحقيقة. فالفحوصات اللي بنعملها هي الفحص السريري العادي بأي عيادة طبيب، تخطيط قلب كهربائي وإيكو قلب. هلأ هدول بيعطونا تشخيص بنسبة عالية الحقيقة، لكن بضل في نسبة نحتاج إلى استقصاءات أكثر. في شيء اسمه اختبار الجهد، في شيء اسمه اختبار الجهد الدوائي أو بالنظائر المشعة الجاما كاميرا، إلى أن نصل إلى القسطرة القلبية اللي هي تصوير الشرايين من داخلها عن طريق القسطار اللي بيدخل من الشريان الكعبري أو الشريان الفخذي. هاي الوسيلة بتصفي هي الأدق والنهائية بوضع التشخيص الدقيق والقطعي بأمراض شرايين القلب، وجود نقص تروية أو انسداد. يعني هذا المرض دكتور له مراحل بالإصابة، مثلا درجات ممكن تكون أقل خطورة وأكثر خطورة، خلينا نتعرف على طرق العلاج بالنسبة لكل مرحلة كيف ممكن تكون؟ هلأ نحن ذكرنا الشيء اللي سميناه عوامل الخطورة، أو خلينا نقول هي أسباب أمراض القلب اللي ممكن تؤدي لنشوء مرض قلب. فأول شيء بالعلاج هي معاكسة عوامل الخطورة، تعديل عوامل الخطورة، المدخن، إيقاف التدخين. طبعاً الدخان أو الأرجيلة هنا نفس الضرر ونفس المشكلة. شيء ثاني قليل الحركة، أنه يمارس الرياضة يومية. الرياضة فيها أشكال كثيرة الحياة وكلها مطلوبة، يعني ما يركز الإنسان بس على نمط واحد. هي الحد الأدنى المشي اليومي 30 دقيقة بس، بيكون مشي سريع، يعني مو تمشاية فقط، يعني هي ممارسة رياضة. كيف بعرف حالي لعبت رياضة؟ لازم يصير يعرق، لازم يلهت، لازم تزداد سرعة القلب، يعني إذا سرعة القلب 70 وعم يتمشي على 100 مهله ربع ساعة أو نص ساعة وضلت 70، هذا ما فيني نسميه رياضة. فممارسة الرياضة اليومية مثل ما قلنا بحد أدنى 30 دقيقة مشي سريع متواصل 5 أيام في الأسبوع على الأقل. هلأ الأشكال الثانية من الرياضة هي الريزيستنت سبورتس أو الحديد، يعني
كمان في السباحة، في الأيروبيك، في الكارديو، في أنواع كتيرة، وكل الحقيقة مطلوبة. التشكيل والتنويع فيها كتير مهم. هلأ موضوع الدايت، الحمية كمان كتير مهم مشان تخفيف الوزن، الابتعاد عن السكريات، تخفيف كتير بالنشويات، الابتعاد عن المقالي. هي الأشياء اللي هي صارت حجر الأساس بالحمية، بالمقابل الأكثر من الخضار والفواكه. أكيد اللحوم ما في مشكلة منها، بس تكون طريقة تحضيرها هي الطريقة المناسبة أو الأفضل. الشوي أو السلق مو قلي، أكيد كلمة مقلي تشمل كل شيء مقلي بالزيت أكيد، مهما كان نوع الزيت طبعا. ومثل ما قلنا بنرجع لقصة الدخان، لأنه مع استمرارنا بالتدخين فصعب نقول أنه المريض صار بأمان. يجب صحيح. إيقاف التدخين والأرجيلة والاستمرار بأخذ الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب. في أدوية كتير، هي أدوية الحقيقة بنسميها وقائية. هي الأدوية صنفين، في شيء اسمه وقائي وفي شيء اسمه علاجي. فمثل مثلا المميعات، أدوية الكوليسترول والشحوم، هي علاجية وهي وقائية بنفس الوقت. فلازم كتير مهم لحتى المريض ينعم بحياة صحية وما يصير مشاكل عنده، لو أصيب بأزمة قلبية، لو أصيب بنقص تروية، أنه يبتعد عن هالممارسات ويلتزم ببرنامجه اللي وضعه الطبيب له، وإن شاء الله بتكون الأمور جيدة عنده، ما بصير أي مضاعفات يعني. أكيد. طيب دكتور، تركيب الشبكات، خلينا نحكي شوي. في كتير ناس بتلجأ لهذا الخيار العلاجي، طبعا مع اختيار الدكتور لهذا الشيء. هل هن صاروا خلص يعني ما عاد ينصابوا بانسداد الشرايين، أو لا ممكن الشبكات بعد فترة كمان يرجعوا يتأثروا مرة ثانية؟ الشبكات تتركب عن طريق القسطرة الحقيقة، بدون جراحة، بدون تخدير عام، تخدير موضعي فقط، وعبر ثقب صغير بالإيد أو بالإجر بالشريان الفخذي. هي من شكلها تقريبا مثل راسور الألم يعني، مشان هيك بعض المرضى بسموها راسور. هي عبارة عن دعامة بشكل أسطواني مجوف، تزرع داخل الشريان في مكان التضيق، مهمتها فتح الشريان وإبقائه مفتوح. لكن خلال شهر جسم الإنسان بيركب عليها طبقة خلايا بطانية، فاندمجت بجدار الشريان. فلو بدنا نشوفها من جوا ما عاد تنشاف، بس هي ضمن جدار الشريان، فبيرجع تدفق الدم طبيعي. اللي بدي أقوله أنه بهيك حالة أي شيء بيأذي الشريان الأصلي ممكن يأذي مكان الشبكة. فليش بتسكر الشبكة بعد ما تركبها؟ لأنه استمرينا بالدخان، لأنه ما تعالج السكر، ما تعالج نفس الضغط. نفس الأسباب اللي أدت لانسداد الشرايين. نفس الأسباب، أو وقفنا المميعات مثلاً. في ناس بيهملوها، بياخدوها لفترة بعدين بيوقفوها، وهي تحمل خطورة عالية عند المرضى اللي بيركبوا شبكة أن يوقفوا المميعات، إلا طبعاً بإشراف طبيب. وممكن نستبدلها بأنواع مختلفة لحتى نوصل بالمريض وبالشبكة إلى بر الأمان. هلأ الشبكات هي الحل النموذجي اللطيف الجميل اللي ما فيها الخطورة، خطورتها أقل من 1% الحقيقة. لكن بدنا ننبه أنه مو كل تضيق يستلزم زرع شبكة، مو كل تضيق بالشريان يستلزم زرع شبكة. قطر الشريان أهميته، هل هو شريان رئيسي، هل هو ببداية الشريان؟ لو شريان رئيسي، إذا بنهايته التضيق لا يتطلب زرع شبكة. الحقيقة أحياناً يعني مو بس زملائنا الأطباء، المرضى بيضغطوا لتركيب الشبكات. يعني بيكون تقرير القسطرة عنده أنه في شريان فيه تضيق 80 أو 90%، فهو بصير حالة نفسية أنه لا بده يحط شبكة. هي ما بدها شبكة لو كان في تضيق، ممكن يكون شريان فرع صغير قطره أقل من 2 ميلي أو بنهاية الشريان، فما في داعي لتركيب شبكة أكيد بهيك حالة. بالعكس، قد تكون الشبكة ضارة، لكن لما تكون بمكانها المناسب فهي الحل الرائع المثالي النموذجي لموضوع نقص التروية، واللي مثل ما قلنا خطورته أقل من 1%. ومع استمرار العلاج وتعديل عوامل الخطورة بيعيش الإنسان طبيعي. وفي مرضى يعني صلنا مركبين شبكات أكثر من 20 سنة لهم، وأمورهم ممتازة إلى الآن، وما في أي مضاعفات ولا أي مشاكل. كأنه دكتور في بعض المرضى بينقوا عليك انه نحن بدنا شبكه، وهن ما بيكونوا أيوة بحاجه صحيح. شبكه كثير بنشوفها للاسف، هي الظاهره صارت متكرره. بيجي بنعمل له قسطره، بنقول له الحمد لله على السلامه، شريان
يعني رفيع المصاب دكتور ركب شبكه وبعضهم يعني بضل يفتل ويروح لحتى احد زملاء يعني يسير ويركب له شبكه. هون مثل ما قلنا ممكن تكون ضاره الشبكه اكثر ما تكون نافعه. طيب دكتور مثل اي شيء اخر يعني تمام. حتى حب الدواء اذا ما كانت بمكانها المناسب بتوقيتها وطريقه استخدام المناسب لها فممكن تكون ضاره. فمثل اي علاج اي شيء له اسلوبه له وسائله له استطباباته الحقيقيه اللي بيعرفها الطبيب بيوصي فيها. بس رجاء يعني المرضى يلتزموا بهالموضوع لحتى ياخذوا كل الفوائد من الشبكات وما ينصابوا باي ضرر منها. دكتور الشباب مثل ما بنعرف الشباب منهم الاكثر عرضه للاصابه لهذا المرض وطبعا ما بيعرف عمر ممكن حدا تحت ال 30 او بعمر صغير او حتى بعمر كبير يعني الرجال والشباب منهم الاكثر اصابه. طيب النساء قد ايه نسبه الاصابه بهذا المرض لهم وشو ممكن يكون السبب؟ هو عاده مرض الحقيقه عند الاكبر عمرا لكن مثل ما تفضلتي يعني صرنا بالآونة الاخيره نشوفه عند الشباب وحتى النساء هن الأقل لكن أيضاً هلأ صرنا نشوفه عند النساء أكثر. السبب تبدل الحياة، السبب انتشار الدخان والأرجيلة، قلة الرياضة، انتشار البدانة. بجوز من 100 سنة كان في بدانة لكن نادرة وقليلة جداً، منشوف صورهم وتماثيلهم ما كان فيها الشيء هذا. أما الآن صار كنسبة مئوية هي أعلى، قلة حركة، غذاء غير صحي، دخان وأرجيلة وإهمال يعني صار كلها بتأدي بالنتيجة لهذا كله بالنتيجة بيأدي لتطور هيك أمراض للأسف. نتمنى من للجميع الصحة والسلامة ونكون عطيناهم نصائح مفيدة بوجودك دكتور. شكرا أكيد. لك أكيد الله يخليكم. شكرا لكم والصحة والسلامة للجميع. شكرا لك دكتور. شكراً. وأهلا وسهلا فيك.